السلام عليكم أحبتي وأحبابي. محيط هاي علاقة كتحيصو مسكة يا السحر كأما شياطين تا محيط نقون يسار رياضة مسكة يعني قفك مسك الرياضة ريدي سمحين نقون يسار سين إسكاك إلالين كرا مركز سين إسكاك إلالين كرا معنا هلقا وضع ملينا هادي سي توس امسك وارقت اما هادان كوريوضو يعني وحون نقول لهاي هادي وحون يهين سي إله سبحانه وتعالى يجزولين كرا احبابي سؤاشاني قبل ولاشين يا صوكرتون ويدي سي ولا لبدا ساسو كرو رياضة مسك سؤال بدن وكومنتي ذا اركاي ان بدن وانا سؤال مهمة ولا على بدن مهم واه وأدو فائدة بدن أحبابي مرك الله شيء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويلك دليل طاي أو مسك قنيني النبي وحوله عليه الصلاة والسلام هل أذنها ثلاثا سد حجر يعني إذن ما قرن ساي مكاخاتي بمعنى إن سد حجر النبي شيء صلى الله عليه وسلم عليه وحوي إن قفك أوير على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصدق له بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لما رسده احنا حاوي ان وقف كده عربينا كتر مهم حتى ما ادينا كوم دي بكري او حبك ما قادي كري ادينا وحبك ما قادي كت قف مرق ماسك ارك ساسو نو داوي النبي وحو يري حدي انت وصاد له اسقو اعوذ بالله يري وبسم الله يري او وحبنا كام قادي كري وحبك ما قادي كتيري وسي تاغي هي النبي وحير وا شيطان والشيطان هلي دلو النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيدو كلا النبي وحيري حدي انت ساكرا وكاتبا او مان لبا سيدو كلا عرفتو او ماني سدحاد عرفتو مانك افراد دو قوصو نقضو واسيدا عادي قضو وضا دمر هذا هذا مان افراد عرفتو النبي وحيري والشيطان دل والشيطان دل حدا حديث كاسي وحن كفهمينا إن مسك مرمك قار شيطان ونقون كارو علوم بدنا وحليين وحيابا ساحرين تأي أذيك سدان وغبغن ساحرين تأذيك سدان وحاويا ومسك وي انتاسي وانتاسي انتاسي وحينا كافيسا علاقة مقارنسا مسك أوليلي شياطين تي سيحك ساحرين تي أذيك سدان شياطين تا انت بضن مقارنسا أذيك سنيان أما ساحرين تي وحي أذيك سدان هو خادم السحرة وحويان ومسكوي وحكى لهم إيش كفاية من هذا ستوس وأرتبنا ستوس هذا وأرتبنا إن مجرنا ساي عد إله كما ينقشوا بسم الله تراضى أو حبي جم قادك تروح كام قادك تحدي أنت وحكى بلا عرقتنا أنو شيطان يدش وياي إن سيدو كرا ما أسكك إلى لين كرا هذا تهاي مثلا هذا ريا عرقت ما مسكري حتى ريا كست عرقت سيدو كرا وحاسكك إلى لين كرتوا حكم ده إن أسوك عدد وأودن بيسيني نتاس بإذن الله تبارك وتعالى أحبابي قفك هدو مسكو الرياضة محي الرياضة نقو نسا قفك هدو مسكو الرياضة لابن نوع بوا نقو نسا نوع كوباد أهر مرنينا آد أدير نوع كوباد أهر مرنينا مقالكم أنه نقدر يرادم دون أسوكو كوبينا ولا لبضن محتاج بقوين أنه إله كباركيو لايك سي سارسين الشير قره سيولا لبضن أغفى إليسنا إله أدير بدن كعاقسي إن شاء الله لبركو هدو مسكو الرياضة ريضة مسكة قصب معها إنه سحر نقضة بس وحياة فربض النقضة لكن شروطة أصمينا شروطة حتى وعلى مدان كو مسكة سئن بدأ أنه قوصونا نقضة ريديس أنه قوصونا نقضة وحسينا قون كرتا مثلا انتا ساحتي عد مسكة انتا كوريا تعود بالله مشيه درجي متى تراسوك علي أما سيدة صورنا ذا جيف كيا بدلتي حندنا وقوصونا نقضة هذا ساح نقضة أما الريضة هذا انت بضن هدا أركت مس بضن كوريونيس أركت لمي هدي ساعة نقطة وحقو هاي واسير وحقو هاي واسير سيدو كرا هداك لو اسكو ارتي مسكة ميدب كيسونو ينبدو مسكة ومس مدوو عارتي سيدو كرا واسير على مدى قاك مدوو بدولي مسكة سيدو كرا الرياضة هداك نقطة انت بضم انا ارتي سانتا اسي حتي هورا انا الرياضة كارتي مسكة ريديس هورا انا كارتي مكا سي حتي هورا انا كارتي سيدو كرا انا على مدى نوع عانو كالن اسكو ارتي نحن تربضن يجارين تربضن وحبضن اسكو ارتد
sidoo kale waxa kale la mid ah in madax xanuun joogta isku yare aad madax ku xanuuna caysoo aad madax ku xanuuna sidoo kale in isku aragtid xanuun xagga madhicirka ah madhicirka xanuun aad u tir badan in isku aragt sidoo kale waxa kale la mid ah in qaarka dambo dhan aad qaadi wayso gaar ahaan markii ma garanaysay shaqadaada in aad darabtid ama shaqada ka timaada ama haweeneyda ninkeeda markuu u yimaado ama ninka haweeneydiisa u tagaa oo kale waxyaabo noocaas oo kale tir badan markaa aragtid calaamada noocan aad sheegayo iyo ilaa beerka waana maska sifaatka noocaas uu leeyahay waxa ku ahay waa sixir tan kale haddaa mas ku riyootid waxa kale culimada dhahaan waxay ka dhigan tahay in cadowgaada aa fahmi laada khasaare adduuniya aakhiro ku wada waa fahmi laada cadowgaada kaasoo aan kaa dheereen bay culimada leeyihin nacuudu billaah marka riyada maska daa'iman maaha riyo maxmuuda maaha riyo wanaagsan maaha waa riyo ma garanaysa riyooyinka riyooyinka ugu xun weeye marka axbaabi saa horeyn kugu sheegay marri muuqaalka inaa ku dheeraado waxaa rabaa marka ruqiya sharciya inaa in la wadaago ruqiya sharciya waxa weye marba haddaa mas ku riyootid calaamada sheegayana aragtid ama inta badan adoo wadooyinka marayo in masas aad aragtid waxyaaba noocaas adaa aragtid marka ruqiya sharciyan kuu sheegay ruqiya sharciya waxa weye saddexdan aayad haddii saddexdan aayad ee kuu fududa nacama kuu fududa axsan weye laakiin aayad waxaa jirta saddexdooda u qalanto laakiin waa inaad soo diyaarsato oo markastana riyoyinka noocaasi maska adaa aragtid dhaqan ka dhigatid inaad biyo soo qaadatid weliba biyaha qandaca kasoo dhigatid qaada yaroo ma garanaysa malab aad ku walaaqdo sidoo kale xabad sowdada tan budada ah yaa aad ku walaaqaysaa biidni illahi tabaaraka watacaala markasto yaa mana ka badinaysid biyahaasi lama raba inay aad u saameeyaan malabka sida malabka oo kale inuu aad u yaraadaga biyo yar oo loogu talagala malabka loogu talagala bad marka inaa waxaa la rabaa markaasoo kale wax qaadada biyobiyo inaa kusoo qaadino qaadada xoogaa iyadoo rasiin inaa soo qaadi kartid sida mishaari oo kale ama soor oo kale noqoto oo kale marka xoogaa isku rafaaqinaysaa marka saas gacanta ugu soo qaad subax kasta bacd alfajr isticmaalaysa aayadaha qur-aanka ku akrinaysa waxa saddexda aayad waalqi ma fii yamiinika talqaf ma sanacu inama sanacu kaydu saaxir walaa yuflixu saaxiru xayu ata taasaa waxa ku celcelinaysaa toban jeer buu aa leedahay adoo isku walaaqay malabkii iyo biyihii qandacaa iyo waxba sowdadii tan kaleo saddexaad waxaa kale leedahay falama alquu qaala muusa maa jiitum bisixr in allaha siyubdilu in allaha siyubdilu in allaha siyubdilu tobanka jeer in allaha siyubdilu ku celcelinaysaa markaas waxaa leeda kadib in allaha laa yuflixu camal almufsidiin sidoo kale waxaa ku celinaysa waqadimna ilaa maa camiluu min camal fajcalnaa wahbaa manhuura waqadimna ilaa maa camiluu min camal fajcalnaa wahbaa manhuura ayadana ku celcelinaysaa saddexdaas aayad waxaa kaga maarmi kartaa halka aayad halka aayad haddaa ku akhrisa axsan wa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa waraxmatu lilmu'miniin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara aayaddaas muhiim wey aayaddaas laakin culimada waxay leeyihin qofku inuu ku celceliyo wax konton aan ka yarayn inuu ku celceliso بإذن الله تبارك وتعالى إله وحكاك قادة إن هذا مسأك إله سبحانه وتعالى وحكاك قادة يا رياضة مسك أو مقارنة ساي إن فصر كذا نقونا يسوسي علبة الله شيئا سعرك خاصة مسك مركو النوع إذا سولي صفاتك شيئا وإله سبحانه وتعالى كاك قادة يا سيدوك الله أريد أن شيئا قد مو موقالك أهرتيس حديث نبي كسوك نادي قفك سوء إسكي إلا المسك ستة صدوارك سو حديث النبي الله شيئا waxaan rabaa marka haddii riyo ahaan aad ku aragtid ama riyo masbesim ahee riyo kasta ha noqoto haddaa aragtid oo saan aad samaysid riyadaas nebigu wuxuu yidhi qofka ma asiibayso tusaale waa riyoota waa soo kacday horta kow waxaa samaynaysaa acuudu billahi min ashaitaan rajim inaad tiraahdo oo labada dhinaca ku tufto sidoo kale ma garanaysaa dhanka u jiifta moogi dhan kale inaa u seexato dhanka u jiifta moogii dhan kale inaa u seexato soo kacad weysaysato laba ragac tukato adkaar isku akhriso qofka riyadii ma garanaysay u arkay ma dhibi doonto nabiga salaatu llahi wasalaamu caleyh marka saa daraaddeed biidni illahi tabaaraka watacaala walaalaha sida gabadhaas oo kale iyo xitaa gabadha markaa arkay iyo walaalo badan riyada maska inana weydiinaya calaamada noocaas oo kale ah yaan soo qaatay marka wixii talay tusaalaha iyo wixii su-aalaha qabtaan insha allahu usbuucio maraan soo qaata marka insha allah waa soo qaadanaya walaalaha su-aalana soo weydiina su-aalahana soo weydiin kartaa commentiga insha allah haduu ilaah yiraahdo allah din barakee xayaakum llah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh